أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أفادت مصادر النبأ بالمرج باعتقال وزير الداخلية السابق بالحكومة المقترحة يونس القهواجي من منزله بالمدينة. وقالت المصادر أن عناصر من الكتيبة 106 التي يقودها خالد نجل آمن لميليشيات الكرامة خليفة حفتر دهمت منزل القهواجي في ساعات الصباح الأولى واقتادته إلى مكان غير معلوم بحسب المصادر. شكل نائب العام بطرابلس لجنة للبحث في الوقائع المنسوبة للمعتقلين والمحتجزين لدى قوة الردع الخاصة وإحالتهم للنيابة العامة خلال المدة المحددة قانونيا. جاء ذلك عقب اجتماع ضم النائب العام وزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور وأعضاء قسم التحقيقات. وقال المكتب الإعلامي للنيابة العامة في بيان عبر صفحته الرسمية إن نائبا أصدر تعليمات بسرعة إحالة محاضر الاستدلالات الخاصة بالمتهمين المقبوض عليهم لارتكابهم وقائع مجرمة من قبل الأجهزة الضبطية. قالت الخارجية الأمريكية إن السلطات الأمنية الليبية تفتقد خصائص التحري والتحقيق والتعامل مع الأحداث الإرهابية أو الأمنية وذلك بسبب التشرذم السياسي والأمني الحاصل في البلاد. الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الإرهاب في العالم ذكرت أن ليبيا تفتقر لقانون ناجع لمكافحته مشيرة إلى أن الحكومة المقترحة ومجلس النواب لم يتمكنا من إصدار استراتيجية واضحة في هذا الصدد رغم الأجسام التي تولت مهام تصب في خانة مكافحة الإرهاب. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن المؤسسة تشهد محاولات لبعض المجموعات الليبية كالمسمات المؤسسة الموازية في بنغازي وبعض الأحيان مؤيديهم الدوليين للتحايل على سيادة القانون. وأضاف صنع الله بحسب الموقع الإلكتروني للمؤسسة أن كل المؤسسة الوطنية للنفط وشركات النفط الدولية والمجتمع الدولي يعملون باستمرار لتفادي وقوع هذا معربا عن أمله في أن يكون لروسيا دور هام في هذا الشأن. ختام الموجز للقاء.